أصدر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم قرارا يقضي بتخصيص نسبة 3% من إيرادات الجامعات الخاصة لشؤون البحث العلمي، وذلك في إطار مساعي وزارة التربية والتعليم لإجراء جملة من التعديلات على بعض أحكام اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة. وحول هذا الموضوع أكد الدكتور عبد الغني الشويخ الأمين العام للتعليم العالي وزارة التربية والتعليم أن الهدف من هذا الإجراء تنمية وتطوير البحث العلمي نظرا للأهمية. هناك طبعا أهداف ومبررات عديدة لإجراء هذا التعديل، ومنها تنمية وتطوير البحث العلمي في مملكة البحرين، خاصة إذا علمنا بأن البحث العلمي له أهمية بالغة في تطور وتقدم الدول. وإذا ما أرادت أن تصل إلى مستوى الريادة، أيضا تمكن مؤسسات التعليم العالي لهي الجامعات من تحقيق الأولويات الوطنية وتوجهات الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي اللي قبل سنة تم لهو اعتمادها. أيضا هناك تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية من خلال الارتقاء بمستوى البحث العلمي، والحكومة الرشيدة أولت اهتماما خاصا بموضوع وبتطوير التعليم العالي، وتضمن اللهو برنامج عمل الحكومة توجد فيه اللهو العديد من المبادرات بالنسبة لهذا الجانب للتعليم العالي.